مساء الخير على كل مشجعي مشجعات مهارات عظيمة. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. النهاردة إن شاء الله هنشوف مع بعض مهارات جديدة وهنعمل وصفات يعني أتمنى تنول إعجاب حضراتكم. ولكن أول وصفة هنبدأ فيها هي وصفة لصديقة البرنامج أم جوزيف علشان هي طلبة الشلولو. هنعمله النهاردة وصفة من الصعيد، يعني وصفة كده أصيلة إن شاء الله هنعملها مع بعض بالملوخية الناشفة. وخلينا نقول إيه، هنبدأ بقى تنطلق صفارة الحكم ونبدأ الشوط الأول مع بعض ونبدأ في أول الوصف. هقول المقادير بتاعتنا ونتكلم عنها واحنا شغالين. الشلولو، عندي كوباية من الملوخية الناشفة، عندي عصير ليمون، معلقة صغيرة من هريسة الشطة وهي دي اختياري، عندي كمان كزبرة جافة، كمون، في ملح وفلفل، والمية هتبقى أو مرق ساقع، للتزيين شرايح فلفل أخضر أو شرايح ليمون على حسب الرغبة. طيب أنا بالنسبة لي يعني الشلولو دي برضو من الوصفات الجميلة الحقيقة، أنا عملتها قبل كده وليها طعم وتيست مختلف، بس أنا خليني إيه، أنا هستخدم فيها المرق اللي موجود، ممكن يبقى مرق خضار عادي جدا، مش يعني مش مرق أي حاجة، ممكن يبقى مرق خضار أو مية زي ما أنتم عايزين اللي متوفر عند حضراتكم. أنا بس إيه عايزة أقول ليها اسم تاني بيقولوا ايه بقى وصفه غريبه شويه، وصفه الست على فرشتها او الشلوله، معرفش يعني هما ليه سموها كده، بس هي اكيد هي ليها اصل. يعني هي عموما خلوا بالكم الشلوله دي كانت اساسها فرعونيه، وكانت الملوخيه دي بتتزرع على ضفاف النيل، وهم كانوا الهكسوس فاكرين ان دي يعني حاجه نبته سامه يعني، فكانوا بيجبروا المصريين على ان هم يتناولوها، وبعدين عرفوا ان هي بقى مفيده مع الوقت، وبدانا بقى يعني فيها نسبه حديد بقى وكالسيوم وحاجات حلوه، وكانت بتمد بالطاقه وبتقوي العظم، فبداوا بقى يتعاملوا بيها، وكمان هي حلوه جدا لصحه الشعر كمان. انا بس بدفي المرق، مش عايزه اسخنه قوي، بس انا ده مرق خضار عادي جدا، يعني احنا ممكن نجيب جزر وكرفس وورق لورا وبصل وحبهان وشويه مستكه ونطعم كده مرق بسيط للخضار، نستخدمه في اي حاجه لاخواتنا الصايمين لو مش هيستخدموا مثلا شوربه فراخ او شوربه لحمه او اي حاجه، دي ما فيهاش مشكله خالص. طيب هاخد بقى بوله كبيره كده. انا بعمل زي ما قلت لحضراتكم، فاكرين لما عملنا الملوخيه الناشفه قبل كده مع الملوخيه الخضراء، وقلت لكم ان لازم الملوخيه دي بعد ما بتيجي طبعا وبنشفها في البيت وبنقطفها وبنحط الورق ينشف، وبعدين نبدا بقى نفركها. طبعا في البيت بتبقى نظيفه لان احنا بنقطفينها مظبوط ما فيهاش شوائب، لكن لو شارينها من بره لازم ننضفها عشان الشوائب، يعني بصوا حضراتكم لازم تبقى نظيفه شويه. انا هعمل شويه حلوين عشان في اخواتنا هنا، وفي ميشو كمان معانا للصوت، في كذا حد من اخواتنا المسيحيين معانا ايه عايزين اكل صيامي. تعالوا بقى نزود شويه، ومعانا استاذه زينب. اهلا وسهلا زينة يا زنزون يا قلب مامتك. انتي ازيك يا ست؟ وحشتيني. انتي كمان وحشتيني يا قمرايا، عامله ايه يا حبيبه عمري؟ الحمد لله. ايش فيك والقمر ده؟ يا روح قلبي، انتي الاجمل يا نور عينيا والله. عامله ايه؟ وحشتيني. الحمد لله. انا كنت عايزه اسال سؤال. اتفضلي، انتي تسالي كل اللي انتي عاوزاه. انتي هو زيت الزيتون لما بيتحط على النار بيجرى له حاجه؟ بصي بقى، هو في انواع لزيت الزيتون، انا هجاوبك دلوقتي. احنا هنجيب النوع اللي مش على البارد، اللي هو مش نوع زيت الزيتون البكر الممتاز، ده بيتحط على البارد للسلطات، وكمان زيت الزيتون البكر هنخلي بالنا ان دول ما ينفعش نحطهم على النار. الانواع الثانيه بقى بيبقى مكتوب عليها ان دي ممكن تعرض للحراره، وخلي بالك زيت الزيتون زيه زي اي زيت ليه درجه حراره، اهم حاجه ما يتحرقش، ما نوصلوش انه يتحرق عشان يبقى صحي، يعني البان تبقى سخنه اروح حاطه واضيف حاجتي على طول. ده بالنسبه لزيت الزيتون الذي يتعرض للحراره، لان مش كل الانواع بتتعرض للحراره، في انواع لا. يبقى انا يا رب اكون جاوبتك صح يا دودي. حبيبتي يا زينة انت وحشتيني جدا، وبشكرك على يعني ان انا بسمع صوتك، وربنا يحفظك يا نور عيني. انت كانت حلقتك جميله، وكنت سعيده بوجودك انت ومامي جميله دي جدا جدا. بصوا بقى انا بحاول اطريها بس شويه، معلش انا يعني ايه اديها بس القوام اللي احنا اتفقنا عليه، ما بحبش يعني احطها على طول على المرق، عايزه اخليها كده شبه الخضره شويه، وبعدين اخفها بقى. بسم الله. طبعا صديقتنا ام جوزيف يعني ايه ببلغها تحياتي،
وان هي كانت طالبه الشلوله. وان شاء الله الاسبوع اللي جاي يبقى فيه حلقه مميزه للايس كريم بكل انواعه، وزي ما حضراتكم طلبتوا فواكه الموسم كلها بطريقه سهله وبسيطه وطعم حلو. هندي بدائل لكذا حاجه لو مش متوفره عند حضراتكم تعملوا بدائل ليها. وكمان عايزه اعمل معاكم تورته كده حلوه. في ناس كتير كلموني عايزين تورته بالمانجا، المانجا من موسم وعايزين حاجه موفره، بيشتروها من بره بارقام كبيره قوي. انا معاكم طبعا، فخلينا ان شاء الله نعمل ده بطريقه سهله، ونعمل سبونج مع بعض ونطلع ونخبز ونوريكم. هنعمل هتبقى حلقه واحده خاصه بالتورته دي عشان حضراتكم توصلكم المعلومه صح. معانا حاجه احسان، اهلا وسهلا. السلام عليكم. مساء الخير يا حبيبي قلبي. اهلا بيك يا امي، ازيك؟ سنه وانت طيب. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضرتك يا فندم. الله يسترها معاكي دنيا واخره يا ضنايا. امين يا رب يا امي، تسلمي. تسلم ايديكي. الله يخليكي، سلمك من كل شر. تسلمي يا حبيبتي. وصلي لي للرئيس قولي له ايه الحاجه احسان، عايزه تشوفك قبل ما تموت. ربنا يديك الصحه. انا عندي 80 سنه حبيبتي، ربنا يديك الصحه. اشوفك قبل ما اموت والنبي يا ريس. يا حبيبتي والنبي يا ريس اشوفك قبل ما اموت. حبيبتي يا رب يكون سامعك، وان شاء الله ربنا يديم ليكي الصحه والعمر يا حبيبتي. ان شاء الله، وربنا يا رب اذا انت نفسك في حاجه ودي امنيتك ربنا يحققها لك عن قريب باذن الله ان شاء الله. تسلمي لي يا حاجه احسان، شكرا ليكي. طيب بصوا بقى انا ايه عملت كده، بصوا اديتها قوام كانها زي الخضره كده، كانها لسه ايه مخروطه زي الخضره ما احنا بنعملها. جميله ازاي؟ طيب عايزين بقى ابدا اخدها. انا الحقيقه عايزه احطها هنا، اضيف عليها شويه شويه من المرق، بس ايه خليني اشيل دول. هاخد شويه كده من الهريسه، الهريسه دي اختياري، هي ساعات بتدي طعم حلو كده، بس ممكن كمان تبقى هريسه مش حاره، يعني مش شرط يكون الفلفل حار يعني. عايزه اخد كده منها شويه، بصراحه هي من مضمونها بتبقى رائعه، وشويه كزبره كده. الكزبره دي جميله، بتسهل عمليه الهضم جدا، وبتعالج الانتفاخات، وبتحمي القلب من امراض، وبتقاوم الزهايمر، فيها يعني فوائد. رشه كده من الكمون، وتعالوا بقى ايه وناخد كده من الثوم. الثوم ده كمان جميل مفيد جدا، وبعدين في مضادات اكسده بيحمي من الكانسر وبيقوي المناعه، وبيبقى جهاز دفاع قوي جدا للجهاز الهضمي. الناس اللي عندها مشاكل وديدان واميبا وكده يعني بتبقى، بس طبعا الناس اللي عندها يعني لا قدر تعب او قرح ما يعني ما بيفضلش. طيب تعالوا بقى بسم الله، هاخد شويه شويه من مرق الخضار ده، بس انا عايزه دي طعم. وطبعا نقدر زي ما احنا عملنا بالميه الساقعه نفضل نحل فيها كده ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، شوية شوية. بصراحة هي أكلة جميلة تتاكل بالعيش، أنا هعمل كده جنبها شوية عيش. كان نفسي أعمل لكم العيش الشمسي بطريقة سريعة، لكن إن شاء الله نعمله. ناخد أم إسلام حبيبتنا، يا صباح الفل. صباح الفل على عيونك يا أم إسلام. حبيبتي صباح الهنا عليك يا قلبي. عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله، وحشتيني والله. دايما يا رب، وانت كمان والله يا حبيبتي. عامله ايه؟ عاملين شلولو. ام جوزيف طلبت الشلولو وانا ما اقدرش اتاخر عنها. اقول لك ايه بقى، ام جوزيف يعني دي حبيبتنا كلنا. والله والله دي حقيقه، طلباتها اوامر علينا كلنا. ربنا يديك الصحه والعافيه. ربنا يخليكي يا حبيبتي. عايزه بقى عيش شمسي كده. ايوه وتتك. الله تفتحيش نفسنا بقى، اسكتي. احنا لسه بنتكلم على الدايت وقاعدين مع الدكتوره، هتشوفوها فقره جميله ان شاء الله. لا احنا فعلا محتاجين فقره الدايت دي. قولي لي لو ليكي اي سؤال انا اساله. معانا دكتور ايهام الحياوي ان شاء الله النهارده باذن الله. انا عندي والله بصي عظيمه، لما ببقى اعمل الدايت انزل بسرعه، وبعد كده تلاقيني بطء وارجع تاني. طب لما بترجعي تاني بتزيدي اكتر ولا بترجعي نفس الوزن؟ طيب لا بزيد. حاضر انا هسالها السؤال ده اول حاجه ان شاء الله. وتابعينا يا روح قلبي. ربنا يخليكي، ما يحرمناش منك ابدا يا رب. ولا منك يا روحي ولا منك. دايما منوره الدنيا. تسلمي، منور بوجودك. ربنا يخليكي، ودايما منوره قناه الاهلي، والاهلي منور حياتنا كلنا. امين يا رب العالمين. تسلمي يا حبيبتي. ربنا يخليكي يا حبيبتي. تسلمي لكل كرو البرنامج. يوصل يا حبيبه عمري، نورتينا وشرفتينا. ميرسي يا حبيبتي. تسلمي يا ام اسلام، شكرا يا حبيبتي. بصي انا بشوف القوام، اصل انا بحبه تقيل، بس انا هخفها شويه لان انا عامله شويه حلوين يعني يكفوا الناس اللي عايزه وزياده. وبعدين بقى هنحبشها دلوقتي.
تعالوا كده. بصوا بقى جميلة ازاي، بصراحة أكلة حلوة. وأنا بصراحة لما دفيت أنا حبيت أديها من روح. ليه بقى؟ في ناس لو أول مرة هتجربها ممكن تكون مش متعودة قوي إنها تاكل إيه. أي نعم الملوخية الساقعة بتبقى حلوة برضو، بس إحنا عشان مش متعودين إن إحنا في القاهرة بناكل الملوخية ساقعة لازم ندفيها شوية. هي طبعا لما بتبات بتبقى حلوة، لكن أقصد إن لو حد لسه هيجرب الوصفة دي على إنه يعني يعملها ما يبقاش متضايق وحاسس إنها مختلفة قوي فيخاف يجربها. لكن بصوا بقى إحنا هنعملها إيه، بصوا كده وبقى فيها. شوفوا المطه دي، اصل دي ملوخيه على فكره. احنا الملوخيه لما عملناها لحضراتكم كنا بالفعل منشفين الملوخيه، ملوخيه خضراء بجد احنا عاملينها مش شاريينها. حتى المربات اللي بستخدمها لما عملنا مربات مع حضراتكم في حلقات بنحتفظ بيها، بتبقى في حاجات بنحب نستعملها عشان تشوفوها حقيقيه، وبيبقى باين القوام اكيد مختلف عما الناس بتشتري الجاهز يعني. بصوا كده تمام، هنقلب بقى تقليبه حلوه كده. ممكن بقى ايه، احنا حطينا مهريسه مش حاره، احنا هنحط رشه شطه خفيفه بس تدي كده تيست وطعم، مع الكزبره مع رشه الكمون الحلوه اللي احنا حطيناها دي، ونبدا بقى ايه ناكل الطبق ده. انا هعمل الحقيقه شويه عيش كده جنبهم لطاف، بس انا قبل بقى ما هعمل العيش هعمل شويه ايه بتنجان مخلل كده، حاجه تفتح النفس. بس هتحايل على التوابل بقى عشان نبقى اضفنا لحضراتكم حاجه جديده. هنعمل البتنجان بتاعنا هنشويه في الفرن. احنا اتفقنا ان اصح بتنجان ناكله ناخد منه الفايده هو المشوي، مشوي في الفرن. كميه بقى فيتامينز والياف ومعادن، وعايزه اقول لكم يعني بتستفيدوا من نسبه الحديد اللي فيه، كل حاجه حلوه فيه. وعايزه اقول لكم بقى هو غني جدا بالفوليك، فبيعزز من نمو الجنين. فيعني ايه نعمله مشوي وناكله خفيف كده، حتى شويت معاه شويه فلفل علشان يدينا طعم حلو. بصوا بقى الملوخيه بقت جميله ازاي. طبعا كل اسره على حسب التقل اللي هي بتحبه للملوخيه. انا بصراحه بحبها تقيله مش قوي، بس بحبها التقل الحلو ده. بصوا بحبها تقيله تطلع كده تتغمس وتبقى جميله كده. الشلولو وصفه جميله جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. بيقولوا طب هقول لكم بقى ليه سميت طبخه الست على فرشتها، هم البنات عرفوا لنا السر. بيقولوا لي علشان هي يعني سهله، فالست ما بتحتاجش تقوم تعملها على النار، فبتعملها وهي قاعده في مكانها. ماشي والله تمام، يعني دي حاجات الواحد برضو يبقى عارف اصلها بتبقى حاجه حلوه وهي قاعده في السرير مش للدرجه دي. وهي قاعده في وسط الولاد ماشي. طيب احنا بقى ممكن ايه ناخد كده مثلا شريحتين ليمون كده مثلا، نجمل بقى هنا. ماشي حبايبي كده ده، وممكن هنا كمان كده شريحتين ليمون كده بس كده، مش عايزين حاجه تاني. ونقدم بقى الشلولو الجميل ده يعني ايه عشان خاطر ام جوزيف. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. ونستسمح حضراتكم بقى، هنطلع استراحه هنرجع نعمل كده وصفه جميله حلوه محبشه ناكلها جنب الاكله الحلوه دي تفتح النفس، ونشوف وصفه العيش اللي هنعمله نغمس بيه عيش صحي كده ولطيف. خلينا نشوف هنعمل ايه بعد ما نرجع من الاستراحه ان شاء الله، في انتظار حضراتكم.